ازاي حضراتكم؟ طبعا احنا بنتكلم بالتحديد دلوقتي على استغلال طاقة الرياح في انتاج الكهرباء. العالم كله بيتحرك ناحية الطاقة النظيفة او الاقتصاد الاخضر كمان. خليني افهم اكتر من دكتور محمد جمال كفافي وهو رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الاخضر. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. ايه كله تمام؟ بقى احنا يمكن بالتحديد قوي بنتكلم على المحطة اللي في غرب سوهاج ويمكن فيها ارقام كتير جدا. من ضمن ارقامها اللي بتبقى مهمة قوي هي مسألة توفير تقريبا 23,000 فرصة عمل ما بين مباشرة او غير مباشرة. لكن عايز اروح الاول لمسألة الطاقة النظيفة والاتجاه الدولي لده، والى اي مدى انا في مصر عندي فرص ان انا اقدر استغل الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا من 2015 تم اطلاق 17 هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة اطلقتهم في باريس، على اساس يتم تنفيذهم 2030. ال 17 هدف منهم كان هدف صريح جدا، هدف رقم 7 بنسميه كلين انرجي اند افوردبل انرجي، طاقه نظيفه وطاقه معقوله السعر. الغرض من هدف رقم 7 ده بيتشعب بينزل تحته اهداف فرعيه. اولا طبعا التوسع في الطاقات المتجدده. تاني حاجه مضاعفه كفاءه استخدام الطاقه. وطبعا كانت حاجه اللي هي وصول الطاقه لجميع، يعني طبعا في العالم في اماكن كثيره محرومه اصلا من الطاقه، سواء الطاقه المتجدده او حتى الطاقه الاحفوريه، الناس بتعيش على الطاقات البدائيه جدا. بالنسبه لمصر في طبعا تم اخذ خطوات جاديه جدا خلال السنوات اللي جايه لمواجهه هذه التوجهات العالميه. التخفيض التدريجي الى الاعتماد على الوقود الاحفوري، احنا كنا 1% من 2015، كنا 1% لحد 16 19، كنا 1% فقط طاقه نظيفه متجدده. بس النظيفه دي كلمه كبيره شويه، بالمعنى في فرق بين الطاقه النظيفه والطاقه المتجدده. أوكي. والطاقه الخضراء كلهم ثلاث معاني. الله. مش يعني اذا الوقت سمح نوضحهم، لكن المهم الطاقه المتجدده تحديدا اللي هي مصيبه الطاقه المستمره اللي هي لا تعتمد على الوقود الاحفوري بنسميها طاقه متجدده. هذه الطاقه كنا تقريبا نصيبنا 1% شمس ورياح، وفي حوالي 6% سد عالي. النهارده لان طاقه السد العالي طاقه متجدده، لان طاقه مياه. النهارده بنتكلم في 5%. طبعا ده مش احسن حاجه، احنا ما زلنا برضه بعيد قوي. بس لما تقول من 1% كنا 5%، فاحنا ضعفت خمس اضعاف. مشروعات رهيبه زي محطه بنبان، التوسع في محطات الزعفرانه، التوسع في محطات كتير جدا رياح. ده الاون جريد كمان اللي هو يقصد بيه المحطات المتجدده اللي هي بتخش على الشبكة العمومية. لكن طبعا غير التوسع كتير جدا في محطات الاوف جريد، بس احنا ما نقدرش نقيسها دي ليه؟ لان دي عبارة عن ناس بتشتغل مشروعات خاصة. سواء مزارع سواء مشروعات يبقى منفصل عن الشبكة. هنبقى نتكلم بصراحة، لا حديث عن الطاقة بدون حديث عن الاقتصاد، هم وجهين لعملة واحدة. طبعا. فعندما ترخص يبدأ الطاقة المتجددة تبقى أفضل أو أرخص اقتصاديا تسود العالم. مهما هتقول لي من انها نظيفه ومفيده وصحيه طول ما كانت غاليه، لكن النهارده احنا وصلنا تكنولوجيا اصبحت انتاج الكيلو وات كهرباء من الطاقه المتجدده سواء شمس او رياح تقريبا يساوي الكيلو وات من الوقود الاحفوري. فكده خلاص وصلنا. طبعا ويمكن ساعات في حاجات اقل كمان. امال احنا ما تحولناش 100% والعالم ما تحولش 100% ليه؟ ان في مشكلتين. الانتاج المستمر، انت بتقوم محطه كهرباء بتديها ديزل او غاز تشتغل معاك لحد ما الديزل او الغاز يخلص بنفس الاداء. انما عيب الشمس والرياح ايه؟ الشمس مشكلتها بالنهار بس، بالليل يبقى محتاجين نخزن عشان نمد للناس. طبعا. والرياح برضو مش ثابته طول السنه، فدي مشكلتين بس. فما زال مشكله التخزين هو اللي بيعوق التوسع الكبير في استخدام الطاقه دي. لكن هي اقتصاديا النهارده احنا بنتكلم الاثنين متساويه التكلفه. طب هو التخزين ده مش المفروض بيتم عن طريق انفرترز وبطاريات تكنولوجيات؟ طبعا دي بتكلف بقى تقوم عادله المعادله شويه. يظل ايه المشكله؟ ان الوقود الاحفوري ارخص لما تحط بقى ايه بند التخزين. اوكي. ولكن ده مؤقت، الامور بتتقدم بطريقه بسرعه رهيبه، التكنولوجيا بترخص اكتر، التخزين بيتقدم، فبالتالي الوقود الاحفوري كمان بيزيد سعره لان مخزونه في العالم بيقل. طبعا. فقصه هنا يبقى القضيه الحقيقيه اللي هتقلب مقاييس العالم، بنقول حاجه اسمها الضريبه الكربونيه، الكربون تاكس. اتحاد اوروبا بداها من اكثر من سنوات، 27 دوله التزمت بيها. يعني ايه ضريبه كربونيه؟ اي نشاط صناعي او تجاري بينتج عنه كربون لانه بيعتمد على الطاقات الاحفوريه.
فكل ما تقلل الكربون في بتدفع بند اسمه ضريبه. ليه؟ لانك بتطلع كربون في الجو. عشان الناس تحس بالموضوع، كل كيلو جرام وقود بحرقه، كل كيلو جرام وقود بحرقه بيطلع عنه 2.5 كيلو جرام كربون. لان الناس مش واخده بالها، انا عشان احرق كيلو جرام وقود محتاج احرق 15 كيلو جرام هواء، عشان نحتاج الاكسجين اللي في الهواء طبعا اخده عشان احرقه. ده اير بيسموه اير تو فور ريشيو. فبالتالي كل طن، يعني تخيل مصر بس احنا النهارده سنويا بنستهلك 90 مليون طن وقود سنويا، اضرب بقى الرقم ده في 2.5 فدي كميه الكربون. فكل ما بنوفر بنشيل جزء. لما اقول الكربون تاكسي يخش في المعادله هيقلب مقاييس العالم. وفعلا الاتحاد الاوروبي النهارده بيحط التزامات النهارده حتى للمصدرين ليه. ده النهارده بتصدر لي سماد، بتصدر لي زراعه، النهارده بتقول لي شوف البصمه الكربونيه بتاعته بالظبط قد ايه. فده بدا يحط ريستريكشن. النهارده 27 دوله، ده هيقلب المعادله ازاي بقى؟ النهارده اصبح هيبقى لما احط الكيلو وات كهرباء بالوقود الاحفوري قصاد الكيلو وات كهرباء اللي بطلعه في الطاقه المتجدده اللي هي النظيفه، اضيف على الكيلو وات كهرباء الوقود الاحفوري الضريبه الكربونيه، هنا المعادله تتقلب. فاضيفها للتكلفه. التكلفه، فاصبح هنا بقى فيبقى قدامي تكلفه الوقود الاحفوري زائد ضريبته وتكلفه الكهرباء زائد تخزينها. ده يكسب المعادله يسود العالم. طبعا في مقاومه سياسيه على مدى الدول النفطيه بتقاوم، الولايات المتحده الامريكيه البترو دولار بيقاوم، لان قيمه الدولار النهارده لحد دلوقتي مش مرتبط بالذهب، مرتبط بقوه الايه؟ النفط. النفط يختفي من العالم، الدولار هيصبح مجرد ورقه، فطبعا هنا يبقى الامور، فبالتالي هنا في صراعات سياسيه اخرى، الموضوع مش مجرد، انت عارف الطاقه هي الاقتصاد، هي المحور الذي اثبت اقوى سلاح في العالم هو الطاقه، وده تجربتين عشتها على مر العصور، رحمه الله الملك فيصل قطع الطاقه في حرب 73، وروسيا مجرد ما عملت مشكله حرب اوروبيه قطع عليهم الطاقه، فالطاقه اقوى سلاح. طبعا. نرجع لموضوع الرياح في مصر. طاقه الرياح مش هي الوحيده. تعالى ندي بقى شعاع تفاؤل، لان انا دايما بقول اعظم مشروع هو بناء جسر من الامل على بحيره الياس. حلو، انا هقف عند النقطه دي، بناء جسر من الامل على بحيره الياس، وان طاقه الرياح ليست هي الوحيده. هروح بالسرعه على الفاصل، نديم زميلي العزيز وعدني بان الفاصل قصير ونرجع نكمل الكلام. خليكم معانا مع دكتور محمد جمال كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الاخضر. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وكل الترحيب بضيفنا العزيز دكتور محمد جمال كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر. وقفنا عند الطاقة، مش بس طاقة الرياح، وإنما طاقة أخرى زي الطاقات الشمسية، طاقة ما بين الأمل وبحيرة الياس. بناء جسر الأمل على بعد. طبعا مصر ربنا إداها، يعني صحيح إحنا ما كانش عندنا وفرة كافية بالطاقة الأحفورية، ولكن النهاردة عندها وفرة رهيبة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يعني احنا تعتبر مصر متصنفه من اعلى دول العالم سطوع شمسي، والحمد لله احنا مستغل، احنا بنينا 10% بس، عندنا 90% فراغات، والطاقه الشمسيه بتاعتك مساحات، فبالتالي عندك فرص. وحتى اللي مبني عليه انت ممكن كنا بنتكلم في البريك ان احنا نغطي اسطح المباني اللي بنسميها الاون جريد طاقات شمسيه. فطبعا ده ممكن يغير مقاييس المعادله خالص. احنا ممكن خلال 10 سنين نعدي خليط الطاقه، بنسميه خليط الطاقه، لو نسبه الطاقه المتجدده على الطاقه التقليديه، ممكن احنا النهارده بنتكلم في حوالي 10% و90% طاقه تقليديه و10% طاقه متجدده سواء مياه او رينيوبل. فالنهارده بنتكلم ممكن 60 40، 60% طاقه متجدده 40% طاقه رياح، طاقه تقليديه. انت حضرتك تخيل ان احنا في مشكله كبيره، احنا كل سنه بالطلب على الطاقه بيزيد طبعا. يعني النهارده مش الرقم ده، الرقم ده خلال 10 سنين هيبقى على الاقل دبل الرقم ده. فاحنا لو مش هنلحق نفسنا النهارده هيبقى عندنا مشاكل رهيبه في الطاقه. وبقى في الوقت عندنا حلول زي ما كملنا قلنا، اللي هو استخدام المحطات الشمسيه اللي فوق الاسطح المباني. وطبعا ده مهم جدا وسهل جدا، يمكن في المدن الجديده اكتر، المدن القديمه صعبه لان طبعا عمارتها عاليه وفيها ظلال كتير، اما كل المدن الجديده ده حل بسيط طبعا، وهيخدم الاثنين، بيخدم الدوله وبيخدم المواطن. النهارده حضرتك النهارده بتركب المحطه تكلفك 150,000 جنيه، النهارده كيلو وات كهرباء بجنيه ونص، كمان 3 4 سنين ممكن 3 4 جنيه، انت عندك المحطه فلوسها رجعت بعد اقل من 3 سنين، المحطه عمرها 20 سنه، فانت عندك المحطه 17 سنه بتشتغل ببلاش، عندي كهرباء ببلاش. ببلاش نفس القصه اللي كنا بنتكلم زمان في موضوع اللمبات الليد الاضاءه، لان احنا عايزين نتكلم في محور ثاني مش هننساه. قبل بقول يا جماعه رساله من هذا المنبر العظيم، قبل ما نتكلم في رينيوبل انرجي، يمكن انا كنت بفكر بتفرج على حضرتك اللقاء اللي بنتكلم على الاهرامات قبل ما ايوه
برضو احنا بنتكلم في الطاقة اسمه هرم الطاقة. هرم الطاقة عبارة عن ايه؟ ثلاث مستويات لبناء الهرم. اوكي. المستوى الارضي اسمه الترشيد الطاقة. مش عايزين على طول نجري على رينيوبل انرجي قبل ما تفكر تنتج طاقة جديدة، راجع اللي عندك. ترشيد الطاقة يعني ايه؟ الاستغناء عن مواد غير ضروري. يعني يا ريت بنقول لسادة المواطنين يا جماعة احنا ممكن نحل مشاكلنا ما نستهونش. مفاعل هوكوشيما اكبر كان بيشايل ربع كهرباء اليابان. اليابان اتضرب بين عشرة وضحاها في اعصار تسونامي. الناس عملت ايه؟ قعدنا سنه قعدوا يصوتوا؟ لا، عملوا ترشيد. كل من هو عنده كهرباء مش هتلاقي كان بيقفلها، مفيش تكييفات تشتغل، مفيش جرافتات وبدل، شويه تعليمات اختشنت، استطاعوا سد العجز بالترشيد فقط. اللي هو الاستغناء عن ما هو غير ضروري. مثال طريقه عشان بس تاخد بالنا، في كوريا قرار واحد طلع منعوا السيارات الخاصة والعامة أو السيارات الخاصة حد يمشي في الطريق لوحده، اللي هيتصور رادار أو يتوقف في تشيك بوينت بعربية لوحده، بعربية مسائل لوحده هيدفع مخالفة. يعني أقل واحد راكب جنبك واحد. الكلام ده عمل سيفنج في السنة 50% في استهلاك الوقود في مدينة. تخيل يا فندم. فالترشيد لا يستهان به، ما يقولش جت عليا، جت على اللمبة اللي منورها بالنهار، لا. أدي أول دور الترشيد. ده كده الترشيد. الدور الثاني بنسميها الانرجي افيشنسي، تحسين الكفاءة. قبل ما اقول الدور الثالث اللي هو انتاج الطاقه المتجدده، الدور اللي كانت عشان الكفاءه عندنا مشكله كبيره في مصر. عندنا معدات كتير قديمه في بيوتنا، في محولات، في محركات بتبلع كهرباء، بتبلع كهرباء اكتر من اللازم. كان انا مشروع تشرفتي كنت مسؤول عنه 6 سنين في مصر، اللي هو بسميه انرجي افيشنسي ليبل، كان مشروع مشترك وزاره الكهرباء مع الامم المتحده، اللي احنا حطينا الملصق اللي هو بنقول الملصق للاجهزه الكهربائيه اي بي سي ده. ايوه. بنقول نوصل الناس تشتغل، ده مش لو ده مش ده مش تيكت. أيوه. دعايه. ده معناه بقول الجهاز ده اعلى كفاءه. ليك ولنفسك لما تشتري الجهاز الاعلى كفاءه وتستبدل القديم بالجديد، عفوا الجديد بالقديم، بيوفر لك 25% من الكهرباء. احنا عملنا دراسه لمصر القطاع المنزلي من 2017، لو تخيل لو بدلنا كل الاجهزه الكهربائيه في القطاع المنزلي لاجهزه جديده نوفر 40% من الكهرباء من غير ما نعمل حاجه بنفس الوضع. كذلك القطاع الصناعي، كذلك الاناره العامه. فمجرد استبدال ما هو قديم بجديد ده يوفر لك 40% من استهلاك الكهرباء. طب اخر حاجه عشان عم بيقول لي الوقت خلص، وقت خلص، بس انا الحته دي بالذات انا مهتم بيها. انا من المتحمسين جدا لفكره العربيات الكهرباء. هل لو انا عملت مثلا خطه للاستبدال ده احنا غزه انا رايح لها، ولو الناس اتشجعت اكتر على انها تشتري عربيات الكهرباء، هل ده هيوفر لي مبلغ كبير انا كدوله في مساله استيراد البنزين على سبيل المثال؟ وهيوفر لي بالتاكيد كفرد يوفر لك ما يقرب من 50% من استهلاك الوقود في بند النقل، اذا التحول الكامل من نقل تقليدي الى نقل كهربائي. موتوسيكل، عربيه، باص. انت متخيل حضرتك 50% من بند محروقات النقل. احنا كهرباء الطاقه في مصر بنحرق 90 مليون طن، نصهم بيروح محطات الكهرباء ونصهم بيروح للسيارات الصناعيه والايه والنقل. انت توفر لا يقل لوحدك عن 10 مليون طن سنويا. اضرب الطن بحوالي $500، يعني نتكلم في 5 مليار دولار سنويا. ده الحد الادنى. وفر. زائد شيل عنهم كمان كربون طبعا، انت وفرت قدهم 3 أضعاف تقريبا الكربون. فانت بتحل ازمه رهيبه، والمواطن نفسه هيوفر جيبه يعني طبعاً. عشان كده الحق الدوله عامله جهود كويسه. النهارده استيراد السيارات الكهرباء اعفاء جمارك 14% ضريبه القيمه المضافه، والسلام عليكم. بالظبط طبعا. وعلى فكره انا بقول يا جماعه دلوقتي مش ما برشحش شراء عربيات زيرو بنزين، لان خلال 5-6 سنين اوروبا هتوقف انتاج عربيات البنزين، كله هيبقى كهرباء. فانت النهارده العربيه بتاعتك دي هينزل سعرها. فنصيحه من دلوقتي، يا تشتغل هايبرد يا تشتغل كهرباء. تشتغل كهرباء.